بالخير بالحب بالطيبة، الدنيا بيكم تحلى، احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء. ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي، وهنتكلم فيها عن مهاجم النادي الأهلي المنتظر في يناير ويكون بديل قوي لأنطوني موديست المهاجم الفرنسي الذي ظهر بمستوى سيء للغاية وغير المتوقع، والمردود اللي كان متوقع للأسف الشديد ظهر بمستوى غير متوقع للنادي الأهلي وغير متوقع لجماهير النادي الأهلي. لكن في النهاية وفي البداية يا صديقي هي كرة القدم، وهي طبيعة الحال ممكن مهاجم يتأقلم معاك ويتألق وممكن مهاجم تاني ما يتأقلمش، ولكن هنكشف لحضراتكم حقيقة رحيل أنطوني موديست، وهنكشف لكم كمان حقيقة التعاقد مع وليد أزارو لحل مشكلة هجوم النادي الأهلي في يناير. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما احنا عارفين ان النادي الأهلي بيعاني من مشكلة كبيرة جدا في خط هجومه، مشكلة مش بقالها سنة ولا اتنين، ده بقالها سنين. من أفضل المهاجمين اللي رحلوا على النادي الأهلي ومن أفضل المهاجمين الأجانب اللي حصلوا على لقب هداف الدوري المصري بعد أمادو فلافيو المهاجم الأسطوري الأنجولي للنادي الأهلي في عصر الجيل الذهبي كان المهاجم المغربي وليد أزارو. وليد أزارو، إيه حكاية وليد أزارو مع النادي الأهلي؟ وهل يعود وليد أزارو للنادي الأهلي في يناير ولا في كلام؟ وهل وليد أزارو مرحب بعودته للنادي الأهلي؟ هل وليد أزارو هو الخيار الأمثل والحل الأفضل للنادي الأهلي لقيادة خط هجومه في يناير المقبل؟ من وجهة نظري وليد أزارو هو الخيار الأمثل والأفضل لكتيبة مارسيل كولر. كولر محتاج المهاجم المشاكس السريع، ومفيش أفضل من أزارو في القارة الإفريقية حاليا كسرعة وك مشاكس جدا للمدافعين. وليد أزارو لعب مع النادي الأهلي 3 مواسم، أول موسم حصل على لقب هداف الدوري المصري، تاني موسم حصل أيضا على لقب هداف الدوري بالتقاسم مع مهاجم آخر، وفي الموسم الثالث اللي جه فيه ريني فايلر طبعا حصل مشدة ومشكلة بين أزارو وريني فايلر، ريني فايلر مشى وليد أزارو. طب إيه النادي الأهلي بيكشف دلوقتي؟ حقيقة التعاقد مع المغربي وليد أزارو لخلافة أنطوني موديست، إيه اللي حصل وإيه الحكاية هنقولها مع بعض. بيأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ناديه لم يفاوض المغربي وليد أزارو في الوقت الحالي، مهاجم عجمان الإماراتي للعودة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع: لم ندخل في أي مفاوضات مع وليد أزارو للعودة للنادي الأهلي في الشتاء، كولر لم يطلب مهاجمين جدد ولم يحسم مصير بقاء موديست من عدمه. ويضيف المصدر: كولر لديه قناعة كاملة بمستوى موديست وسيمنحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، وبعدها سنفكر في ملف المهاجم الأجنبي. ولكن هل ذلك يمنع عودة وليد أزارو للنادي الأهلي؟ لا طبعا، النادي الأهلي تعاقد مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 سنين قادما من صفوف فريق الدفاع الحسن الجديد المغربي، ونجح الأسد المغربي في صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقوا بالقميص النادي الأهلي، وبشكل عام ومنذ انضمامه للنادي الأهلي في صيف 2017 شارك المغربي في 89 مباراة
وسجل 41 هدف وصنع 16 هدف. أزارو تمكن من تسجيل 18 هدف احتل بها صدارة هداف الدوري 2018، وأصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب الذين ارتضوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربي يفوز بلقب هداف الدوري المصري عبر تاريخه، كما أصبح ثاني لاعب عربي غير مصري بعد اليمني علي محسن الذي فاز باللقب موسم 1961. والنادي الأهلي طبعا زي ما احنا عارفين هيواجه فريق قوي جدا بكرة إن شاء الله، هيلاعب فريق تقريبا كده فريق زد هيلعبه غدا بإذن الله أو سموحة، مش متذكر الفريق بالذات، ولكن النادي الأهلي عنده قناعة تامة إن وليد أزارو من أفضل المهاجمين، من أفضل المهاجمين اللي أتوا للنادي الأهلي عبر تاريخه. طيب، رد غير متوقع من مدرب نادي عجمان الإماراتي وبيفجر مفاجأة بشأن عودة وليد أزارو إلى النادي الأهلي من جديد، وبشأن الاستغناء النهائي على وليد أزارو في صيف في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. طب إيه اللي حصل وإيه اللي قال؟ هنعرف مع بعض دلوقتي كل حاجة عبر المقولة وعبر الكلمات التالية. مدرب عجمان الإماراتي بيؤكد أن وليد أزارو لن يرحل في يناير، لأن وليد أزارو من المهاجمين الأقوياء جدا اللي ليهم شعبية وليهم بصمات كبيرة داخل الفريق. منشور مهم جدا من المغربي رضا سليم بيهنئ أزارو بالانضمام للأهلي، منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات، ما القصة؟ تداولت رواد مواقع السوشيال ميديا صورة منسوبة للاعب النادي الأهلي المغربي رضا سليم يرحب بمواطنه ولاعب الأهلي السابق وليد أزارو في صفوف النادي الأهلي مجددا، وهو ما فتح باب التكهنات حول عودة وليد أزارو للكلعة الحمراء في ظل بحث النادي الأهلي عن مهاجم صريح. وربما وجه مارسيل كولر ضلته ووجد مارسيل كولر ضلته في المغربي وليد أزارو. رضا سليم: وليد أزارو أخي وصديقي، أتمنى لك التوفيق مع الأهلي بالزاف، أرحب بالعودة من جديد للنادي الأهلي وبيتي وجمهوري الغالي وبقدره، ربي نسعدكم بدعمكم ليا. ترحيب أزارو بالعودة للنادي الأهلي إزاح الإعلام أحمد شوبير بيكشف الستار عن موقف الأهلي من التفاوض مع المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي. كشف الإعلام أحمد شوبير عن ترحيب المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتي بالعودة بالارتداء لقميص النادي الأهلي بعد الأزمة الهجومية التي يعاني منها المارد الأحمر. وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر قناة أون تايم سبورت: الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو لعودته مرة أخرى حتى هذه اللحظة، ولم يحدث أي اتصال رسمي بين اللاعب والقلعة الحمراء، ولكن بعض عشاق الأهلي استطلعوا رأي اللاعب للعودة. وأضاف شوبير: وليد أزارو رحب بالعودة للنادي الأهلي، وإنه قضى أجمل أيام حياته القروية داخل التتش، ولكن لم يحدث تواصل رسمي مع اللاعب حتى الآن. شوبير بيؤكد: وزيد أزارو بيلعب دلوقتي في نادي عجمان الإماراتي، والنادي ده مش من الأندية الغنية في الإمارات، فعقده مش كبير، مش عالي قوي يعني معقول، وبالتالي من الممكن ضمه من جديد. الأهلي لم نتفاوض مع وليد أزارو حتى هذه اللحظة. بيأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي الأهلي لم يفاوض وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتي للعودة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى هذه اللحظة. وقال المصدر: لم ندخل في أي مفاوضات مع وليد أزارو للعودة للأهلي في الشتاء، ولكن من الممكن الدخول في مفاوضات إذا رحل أنتونو موديست وإذا وجد المارسيل كولر دلته في المغربي وليد أزارو. بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى من الله
إن الحلقة تكون عجبت حضراتكم، ياريت تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولكن سؤال الحلقة قبل ما نختم حلقتنا، هل تتوقع وليد أزارو ينضم من جديد للنادي الأهلي؟ وهل هو المهاجم الأنسب في هذا التوقيت ولا لا؟ مستنى رأيكم في التعليقات. مستنيكم يا حضرات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.